اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدين برنامج ميديا زوم، مشاهدين الصحه والجمال. بنصبح عليكم وبنجدد لقائنا معاكم من تاني، وبصبح عليك يا سحر. صباح الخير عليك. صباح الخير يا شيماء، وصباح الخير والسعاده على حضراتكم، وفقره جديده وجمعه جديده ان شاء الله تكون خير عليكم باذن الله. وفقرتنا النهارده يعني بناء على طلباتكم هي استكمال ان شاء الله لفقره الاسبوع اللي فات والموضوعنا. وشيماء تقول لنا ايه الموضوع؟ الحقيقه يا جماعه ان احنا كل حلقه بنكون حريصين جدا ان احنا نقدم محتوى هادف، محتوى يفيد الناس ولو حتى بمعلومه بسيطه، واحنا اكتر الناس يمكن كمان مستفيدين. فانا يعني انا لفت نظري علم يعني هو مش جديد، احنا دايما كنا بنقول عليه مثلا ايه، حد بيشوف فلان يعرف ان هو شخص متفائل، لا متشائم، ده ودود، يعني بيعرف بعض الصفات كده كنا بنسميها ايه، زي فراسه. لكن الموضوع طلع اكبر من كده، ده في علم وبيدرس فعلا، وهو علم البيرسونولوجي. علشان كده النهارده احنا معانا اللي هيساعدنا في العلم ده، وهي مدربه البيرسونولوجي المعتمده من اسرار الوجوه، استاذه يسرى الغروبي، وكمان مدرب صحه ووراثه نفسيه ومرشد نفسي باعتماد المجلس العربي للتدريب والاستشارات، وبارا كوتش، او البارا كوتش الاولى والوحيده في الاسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك، يعني ما شاء الله حاجات جميله جدا، وان شاء الله تفيدي المشاهدين معانا النهارده ان شاء الله. انا هدفي طبعا استفاده كبيره للجمهور، وسعيده اولا بوجودي معاكم، وسعيده ان انا اتعرفت عليكم. احنا كمان عايزين نبتدي بقى ونعرف مجال تخصصك. ازاي انا اعرف الانسان اللي قصادي من ملامح وشه؟ يعني اعرف اذا كان طيب، يعني مش مريح، مش شرير، مش عايزين نقول شرير، بس يعني ايه، مش دغري. يعني ازاي اقدر اعرف ده من ملامح وشه؟ هو كمان في حاجه يعني انا ليا يعني ملحوظه، لان انا كنت فاكره الاول خالص ان بنعرف من تعبيرات الوجه، يعني اللي بيضحك كتير او الكلام ده، لا ده طلع ملامح غير الملامح، ملامح الوش وهي ثابته، يعني ممكن من صوره ثابته نعرف كمان تعرفي منه. تفسري. خليني اخد نقطه نقطه. تمام. هي النقطه الاولى ان احنا بنقدر نعرف الشخص فعلا من ملامح وجهه. يعني مش بحتاج ان انا اكون قاعده معاكم كده، لا انا ممكن حد يبعت لي صوره ونحلل الصوره دي ونقول الصفات ومهارات الشخص ومحفزات الشخص. تمام. بس عندنا قاعده مهمه، احنا مش بنحكم على حد انت شرير انت لا، بس احنا بنقول ان في كل شخص عنده ايجابيات وعنده سلبيات. فالعلم ده بيساعدنا ان احنا نعرف ايجابياتنا وسلبياتنا ونطورها، ولو بتعامل مع شخص عنده سلبيات ازاي اتفاداها، يعني اتفاداها في الكلام. النقطه بقى اللي استاذه شيماء قالت عليها، تعبيرات المشاعر دي بتكون لغه الجسد، ده علم تاني اللي هو تعبيرات احنا بنسميها بقى بالبلدي كده تعبيرات الوجه، اللي هو ايه، بيضحك كتير، بيضحك عبوس، مبتسم بالظبط. بيظهر بقى مع اشخاص زي مثلا لما حد بيمر بازمه او حاله وفاه او كذا، بتلاقي باين ايه على تعبيرات وش، فتقولي ايه ده اتغير. فهنا برضو المشترك ما بين علم البيرسونولوجي اللي هو علم قراءه الوجوه، والمشترك ما بين علم لغه الجسد، ان في بعض الحاجات الثابته، زي مثلا الشخص اللي بيبان عليه ان هو متفائل، الشخص اللي بيبان عليه ان هو حزين، تمام، بس بقى انا بعرفه من خلال الملامح، مش بحتاجه ان هو حتى يكون بيتكلم او بيديني ايه رياكشن. طب الملامح دي بتتغير بالظروف ولا دي بتبقى حاجات ثابته فيه ما بتتغيرش؟ لا بتتغير، بتتغير بحسب الجو اللي هو عايش فيه، حسب الحاله وحسب الطبع اللي هو بيكتسبه جديد. وانا بتناقش مع حضرتك طبعا في موضوع ايه، الله، يعني بيرسونولوجي ده زي الفراسه كده، فقلت لي لا، في فرق ما بين البيرسونولوجي والفراسه. طبعا احنا عرفنا يعني وغشينا منها قبل الهوى، بس يعني نحب برضو نعرف المشاهدين ايه الفرق ما بين البيرسونولوجي والفراسه. بصي، الفراسه كانت عند العرب قديما، تمام، وكان الشافعي كده ليه قصه معاها، تمام، بس هي طويله فاحنا ايه مش هنقدر نحكيها. بس كان العرب نتيجه ان مثلا يجي مثلا حد في جنوب افريقيا فهو بيتمتع ببشره داكنه، حد مثلا في الشام بيتمتع بان هو ابيض ولون الشعر بني، فلما يجي يروح مكه مثلا اول مدينه يبتدوا يعرفوا انه فلان ده جاي منين، جاي من المكان الفلاني، والمكان ده بيتسم ببعض الطباع، فبيقدر يتعامل مع الشخص ان هو عرف اصلا هو جاي منين وعرف طباعه من غير ايه، يعني من شكله بس، من لونه، لون بشرته، وممكن لهجته كمان، يعني دي الحاجات اللي اتحدد. زينا احنا كده المصريين، رغم ان احنا يعني واخدين من كل شكل ولون، بس بنتعرف برضو، بيقول انتوا شكلكم مصريين لما نكون بره مصر. سبحان الله. هو نتيجه بقى لاختلاط الانساب، فالفراسه كانت بالفطره عندهم، فنتيجه اختلاط الانساب فالعلم ده بقى شويه، فاللي اهتم بيه في مدارس بقى زي الفيزيونومي، في مدارس مثلا زي المدارس الصينيه، فالغرب والصين عملوا مدارس، انما البيرسونولوجي هو مدرسه امريكيه. مدرسه امريكيه. طب هو ده علم ولا طيب معانا اتصال يعني الاول هناخده وبعدين نكمل. الو،
عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي، انا حالتي النفسيه على طول تعبانه وعلى طول عندي الوسواس القهري، يعني لو الوسواس قل انت تعبانه وعايزه تكشفي دلوقتي فلازم اروح اكشف. طب حضرتك كده يعني ان مريتي بظروف مش كويسه قريب او كده، ولا دي حاله على طول؟ لا انا بصي، انا تقريبا الحاله دي وصلت لي من سنه، كان عندي ظروف كنت انا رحت الدكتور امراض بطنه يعني، فقال لي انت عندك حاجه مش كويسه يعني، يعني فاثرت على نفسيتك. عملت منظار فطلع ما عنديش الحاجه دي. انا من يوميها ما انا مصدقه ان انا ما عنديش الحاجه دي، فالمنظار اثبت ان انا ما عنديش، فبفك كل حاجه بقى. طيب هو الموضوع وجعتني اقول لا ده هم ما تخصصوش الحاله صح. الموضوع ده يعني الوسواس القهري بدا مع حضرتك مع التاريخ المرضي يعني بالموقف ده، ولا هو اصلا كان من زمان برضو اي حاجه بتعدي بيها؟ لا دايما ايه موسوسه كان لسه بوادر. كنت حضرتك بكتب كل سنه مره يعني اطمن على معدتي على كده، اما جت اما جال الموضوع ده مريت بيه بقى عندي وسواس من اي حاجه، لو تعبت لو بطني وجعتني حاجات بسيطه بقيت قلقانه على طول. لو وجعني حضرتك دلوقتي يعني حابه ان احنا نساعدك مثلا بعض الارشادات؟ عايزه حد يساعدني ويقول لي اعمل ايه مع الوسواس ده، وكل ما اروح لدكتور يقول لي انت ما عندكيش حاجه رغم ان انا في حاجات بحس بيها. تمام. طيب شكرا، نشكر حضرتك على الاتصال وهنجاوب حضرتك دلوقتي. شكرا. تمام. طيب. احنا نقدر نفيد المتصله ببعض نقدر نقولها ازاي ولو حتى حاجات بسيطه تتخلص ازاي من الحاله اللي عندها. عشان اقول ان ده وسواس وقهري فده لازم حد يشخصه. تمام. ليه؟ لان الوسواس في فرق ما بين شخص هو اصلا بنقول عليه احنا بالعاميه بتاعتنا كده موسوس، اللي هو يغسل الطبق مرتين بيخلي كل حاجه بياخد باله كده، فده موسوس، فبتبقى حاله اسمها لازمه معاه، يعني زي مثلا شخص متعود يعمل كده فدي بتبقى لازمه معاه. فالوسواس ممكن يبقى لازمه وممكن يبقى وسواس قهري، فلازم اولا عشان هي برضو بتقول ان ده وسواس قهري، انا لما بقول كلمه قهري انا بديله هنا ايه؟ يعني الزام يعني مجبر عليا بالظبط. انت يعني بتقهرني وكمان انت ايه اقوى مني. تمام. فاولا احنا علشان هي بس تحط فكره ان عندها وسواس قهري لازم يكون حد شخصها. طب حد شخص يعني بيبقى في تخصص ايه؟ يعني معالج نفسي مثلا؟ معالج نفسي. هو ده معالج او مرشد نفسي. طب سؤال بس، يعني هل الوسواس القهري بيختلف عن المجرد ان الواحد يكون موسوس كده اللي هو الطبيعي في ايه؟ يعني مثلا الوسواس القهري ده في كل حاجه، ولا مثلا من جانب الصحه بس او من جانب النظافه بس زي ما حضرتك كنت بتوضحي؟ يعني ايه اللي بيبقى في الشامل واللي بيبقى متخصص كده في جزء معين؟ يعني بصي، هو الوسواس عامه ليه كذا كذا نوع. تمام. ففي واحد زي ما انت بتقولي موسوس في الصحه، في كده. هو الوسواس طول ما هو مثلا مش بيأثر على حياتي فمفيش يبقى ده طبيعي. يعني انا مثلا في فتره الكورونا تمام محتاجه ان انا اعمل ايه؟ ببقى قلقانه، انا جايه من بره عايزه اعمل ايه؟ عايزه اغسل ايدي، عايزه اعمل حاجه. تمام. فده هل ده كده بقى وسواس قهري؟ لا، هو ده حس او نظافه زياده. لا، فلازم يكون هو ليه شروط طبعا، بس مش هنقدر نقول هو لازم يكون يضر يعطل مثلا حياتي. يعني لازم يكون يضر صاحبه، يعني بيسبب له مشاكل. يعني مثلا انا ممكن ايه باجي اسلم على حد، لا مش مسلمه انا خايفه، وشفت الرياكشن بيعمل ازاي، فبتبقى ايه، لا طب ما انا كده في حاجه غلط عندي، فبضطر ان انا الجا لحد. فالنصيحه الاولى بس للمتصله ان هي ما تحطش ان ده حاجه بتقهرها او حاجه غصب عنها، خلي هي ارادتها اقوى. تمام. يعني طالما نقدر نحد كمان منه، سواء بقى وسواس قهري سواء وسواس عادي، لان الموضوع بيبدا من عندي انا، من افكاري انا اللي بدي الحاجه حجم اكبر او حجم اقل. تمام. هي كمان ممكن موضوع خلاص طالما ان الدكاتره طمنوها تبدا بقى هي تطمن نفسها. يعني ما يعني لما تلاقي نفسها خلاص جايه هتشك مثلا، لا خلاص انا يعني تطمن نفسها تقولي انا كويسه انا كويسه. طيب معانا متصل تاني. الو، استاذ احمد. السلام عليكم. ازي حضرتك يا فندم؟ عليكم السلام. صباح الخير على حضرتك وعلى الشعب المصري كله. صباح الفل. صباح النور. صباح النور. اتفضل. المحافظ بورسعيد، عمري 38 سنه ان شاء الله شهر 5 الجاي. انا عندي بس حضرتك مشكله بس صغيره. اتفضل. انا مش عارف باخد خطوه في اتخاذ القرار بتاع الزواج نظرا للظروف الاقتصاديه اللي احنا بنعيشها وحالات الطلاق الكتيره اللي بقت موجوده يعني في المجتمع وغلاء المعيشه وكده. فبقيت متردد شويه. يعني عندك التردد في اي حاجه بتاخدها ما بتقدرش تاخد ولا الموضوع ده بس؟ يعني تعبت التردد برضه. يعني التردد في الموضوع ده بس في اتخاذ القرار، يعني خطوه الزواج يعني نفسه الموضوع ده تحديدا يعني بشكل عام يعني ولا بشكل عام عندك تردد في اتخاذ القرار؟ لان برضه في قلق شويه، في خوف، في توتر.
طيب أمين. تمام حضرتك ليك اي استفسار تاني؟ لا يا ريت بس الدكتوره توضح لنا المشكله دي بعد اذن حضرتك. تمام يا فندم أمين. شكرا جدا لحضرتك. شكرا لحضرتك وإدارة القناة. تحيه لكل اهل بورسعيد. الناس عندها مشاكل كتير قوي عايزين حد ينقذهم. فايه اللي برضو ممكن نقدر نفيد بيه المتصل يعني بخصوص الموضوع ده؟ بص هو عموما في التردد تمام، هو لما انا ببقى متردده من الموضوع ده شيء كويس. ليه؟ لان بيخليني ايه ادرس الموضوع تمام. المشكله بتبقى امتى؟ لما التردد ده يخليني واقف في مكاني. يعني بعد ما درس وحلل الموضوع مش عارف برضه ياخد القرار، بقى جاي بقى بالضرر هنا بقى اللي هو بالزبط. ايه مخليني بدل ما كنت هتردد شويه عشان افكر واخد القرار الصحيح، لا ده هنا بقى يعني بيفوت فرص فالحل ان انا لما باجي افكر في موضوع عشان ما ترددش فيه طيب. ببدا اخد احتياطاتي. هو بيقول مثلا عنده مشكله الزواج، فهو هنا ممكن بقى حته ايه بندخل بقى في قانون بارا اللي هو الوراثه النفسيه. احنا عندنا ذاكره الجسد، عندنا جسمنا بيخزن المعلومات والافكار اللي انا بقولها له. فانا مثلا باجي اشوف فلانه مثلا مرت بمرحله انفصال وفلان مر بمرحله انفصال، يبتدي يجي لي بقى ايه الزواج خلاص بقى عندي سلبي. بقى كل الحاجات السلبيات دي بالظبط. فده بيفضل متخزن عندي فين؟ في الجسد وفي الافكار في الوراثه بتاعتي تمام. فالحل ان هو يعني يلجا طبعا لحد متخصص لو الموضوع موقف له حياته مثلا تمام، يتكلم مع حد او يعني يقعد يتكلم مع حد ويحلله بالظبط عشان شخصية. هو بيعمل ايه؟ بيعدل، اسمه تعديل سلوك وتعديل كمان للافكار بتاعته او الوراثه النفسيه بتاعته، لان هو ايه بياخد افكار سلبيه عن الموضوع تمام. كمان يعني بيحرر الافكار السلبيه ويكتسب افكار ايجابيه. تمام معانا اتصال. مريم معانا. مريم الو. الو الو ايوه مريم اتفضلي. انا عندي مشكله في قرار كده بس مش عارفه اني احله، يعني انا عايزه اساعدك. اتفضلي. طب اتفضلي. انا كنت يعني بحب واحد وهو جه اتقدم لي واهلي رافضينه كده، فاتفقت ان انا اهرب من اهلي واتجوزه يعني. فمش عارفه يعني القرار ده صح ولا لا. قرار اهلك صح ولا لا؟ قصدي لا قرار ان هي يعني هو بالفعل هربتي من اهلك واتجوزتيه صح كده؟ لا طبعا يعني. طيب خلاص يعني بس احنا هنرد عليكي دلوقتي يا مريم تمام. هو يا مريم اصلا طيب. هو مش يعني هو المفروض يعني خلينا نقول يعني كده لو هو مثلا يعني كان خير مثلا من الاول خالص، وسبحان الله يعني ربنا دايما بيسبب الاسباب، بس الفكره ان الاهل دايما بيبقوا سند. يعني انا معلش ان انا اللي هرد بقى في الجزئيه دي. هتتكلم بنيابه عن الاهل. الاهل دايما بيبقوا سند. يعني يوم يا بنت الحلال ما يحصل اي حاجه مين بيبقى سندك؟ مين اللي بيقف معاكي؟ والدك، اخواتك، والدتك، دول اللي بيسندوكي. فيعني الجواز هيجي هيجي وابن الحلال هيجي، بس كان محتاج ان انت تتراوي شويه. بما انها اخذت الخطوه دي ممكن بقى احنا يعني ايه اللي نساعدها بيه؟ انا مش عارفه بس بصي هي بتقول لك انا اللي فهمته منها ان هي عايزه تاخد القرار. لا هي هرب، بتقول هي بتتجوز. لا 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 هي تاخد قرار تهرب. اهلها رافضين. هي كده احنا بيت ابوكي، هي اتصلت في الوقت المناسب. خليكي في بيت ابوكي، خليكي في بيت ابوكي وحاولي تقنعيهم، وان كان هو خير ليكي فان شاء الله باذن الله هيكون من نصيبك وربنا هيسبب الاسباب وهيسخر وهيخلي باباكي يقتنع بيه 100%. وان كان هو مش خير ليكي يا بنت الناس اعرفي ان باباكي هو قراره صح وكل اللي حاصل ده صح جدا. يعني ثانيه بس عشان انا بجد يعني نلحق طيب خلاص عشان احنا احنا هنكمل بس الحلقه عشان حلقتنا قربت وعايزين نعرف بس امثله. يعني ربنا سبحانه وتعالى دايما بيقدر لنا كل الخير. ففي حاله اني في حاله اني خلاص تسببت الاسباب طبعًا. وكان هو خير ليها فباباها هيوافق واهلها هيوافقوا، وكان هو مش خير ليكي فاهلك مش هيوافقوا. فاتبعي اهلها هم اللي بيعرفوا مصلحتها اكتر واكيد بيوجهوها في الصلاه. بس هي مش هتعرف ده دلوقتي، يعني هتعرفه بعدين باذن الله. نكمل. هل طيب علم البرسونولوجي يعني هو علم فعلا مثبت ومصدق ولا اجتهادات؟ هو علم تمام. هي البدايه احنا قلنا في امريكا تمام، كان ادوارد جونز هو صاحب الفكره بتاعت العلم ده. هو كان قاضي تمام، فكان بيلاحظ في المحامين مثلا اللي بيجوله لو هم بيجادلوا كتير تمام، فبيلاحظ ان عنده الذقن عريضه تمام. فيلاحظ مثلا في المجرمين اللي هم تخصص مثلا في العنف او الجرائم او كده بيتمتعوا بسمات معينه، فابتدى يفكر ازاي الناس دي مشتركه في السمات دي. طب هستاذنك احنا محتاجين بس نعرض الصور وتعلق لنا عليها عشان احنا وقتنا قرب ونقول امثله عشان الناس بس تعرف ازاي نقدر نفسر او نعرف الملامح الوجه. فهنعرض الصور دلوقتي.
وتعلق لنا عليها الصوره دي. معنا الصوره دي في دي. بصي دي احنا الضغط النفسي تمام. اول حاجه احنا كلنا بنمر بمراحل ضغط نفسي في حياتنا تمام كده. بس المشكله بتبقى فين؟ لما الضغط ده يبقى ملازم ليا زي الاستاذه اللي اتصلت كانت بتقول ايه، انا معايا وسواس قهري. هو هنا انا الضغط هنا بيكون ظاهر بياض تحت العين، خط ابيض تحت العين اللي هو فيه ما بين النني والبطن كده الابيض ده بيبقى باين شويه. البياض باين. فالجزء ده مثلا لو انا لقيت الخط ده انا اتابع بقى نفسي في المرايه واتابع ايه الاشخاص اللي اعرفهم. فانا لقيت مثلا الخط ده ظهر عندي تحت العين، يبقى انا عندي اضطراب في الناحيه دي زي كده. هو موضح في الصوره دي بالظبط، ان في ان تحس انني كده داخل جوه الجفن ده كده، مفيش يعني ده مستقر نفسيا. الاضطراب ده مستقر صح كده، او عنده اندماج ولا ايه؟ لا دوت كده لا دي على الحاجب. دي صور دي الحاجب صور الحاجب. بس هو نن العين الطبيعي ان هو بيبقى ملتصق بالجفن الاعلى والاسفل للعين تمام. في حاله الضغط النفسي بيبقى الخط ايه بياض تحت العين تمام. وهو ممكن يظهر معايا يوم 2 3 ويروح. بس لو لقيت واستمر معايا لاكتر من كده شهور مثلا بلجا لحد ايه مختص. طيب الصوره بتاعت الحاجب والفرق بين الصورتين. بصي ده الحاجب القريب من العين تمام، والحاجب البعيد عن العين تمام. الشخص ده بيفيدني التحليل دوت في ايه؟ لما بقابل حد لاول مره فانا ببقى مش عارفه هل الشخص ده ودود بياخد ويدي كده، ولا هل هو متحفظ ويحب ان انا اقول له ايه يا استاذ وحضرتك والكلام ده. ما بيحبش يتعود عليه بسرعه بالظبط. في اشخاص متحفظه فانا لو انا شخص ودود وقابلت حد متحفظ ببقى مستغرباه اول مره. بس هنا بنفهم ان كل شخص ايه. دي الصوره دي كمان عن الحاجب عن الفرق. لا دي بتحلل الضغط النفسي. شايفين كده هو هنا في العينين عندهم خط ابيض تحت جفن العين تحت النني العين. في النني اللازق على طول، وفي مسافه بين النني والجفن هنا كمان. هنا احنا عارفين طبعا ان هي الشمال لان هي كانت ضغط نفسي، مرت بضغط نفسي وكان في الحياه الشخصيه. فهو باين عندها في الناحيه الشمال. الشخص الثاني هو عنده الضغط في الحياه العمليه. يعني اليمين غير الشمال. يعني الشمال الحاله الشخصيه. احنا لو وقفنا قدام المرايه هنلاقي النص اليمين بتاع وشنا غير النص الشمال. يعني الصور سلبي وجربوها. الصوره اللي بعدها. الصوره اللي بعديها دي بتحلل الحاجب. لو لاحظنا هنا هو دوت اللي هو الودود او برضه المتحفظ. هو هنا ده ودود، التاني متحفظ. هو بس بيبقى ايه متأني شويه، بيحب ما يكونش صداقات بسرعه وياخد يبني متحفظ اللي هو حبه بعيد اللي هي ودي كمان دي كمان للحاجب. الحاجب القريب من العين ده شخص ودود وبيحب يتعرف على الناس. والحاجب البعيد ده يبقى متحفظ. يعني احنا طبعا نعرف اكتر يعني ونعرف بقى ازاي ان انا اعرف الشخص ده مناسب ليا واتجوزه ولا لا يا بابا الحياة. زي ما كنا لسه بنتكلم شريك الحياه واتجوزه يا بابا. بس هو ده هيفيد. بس يا شيماء الحقيقه ان وقت حلقتنا خلص. كان نفسنا نعرف معلومات اكتر ونعرف نحلل الشخصيات. الفقره بتاعتنا انا اسفه خلصت لان في فقرات كتير جايه بعد كده. فان شاء الله هنقابلك في حلقه ثانيه في فقره ثانيه ونتكلم اكتر عشان الناس تعرف يحللوا بعض ويعرفوا بعض. بالظبط كده. ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك وان شاء الله لينا لقاء اخر باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامه.